مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من لقاء خاص على قناة تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشري. الألعاب الأولمبية هي حلم لأي شخص وأي رياضي أن يحضرها. الألعاب الأولمبية هي أكبر شيء ممكن يوضع على السي في الخاص بالرياضي. الحصول أو دخول الألعاب الأولمبية أيضا هو فخر لكل رياضي، لأنه يمثل بلده ويرفع بلده ويضع اسم بلده على خارطة الرياضة العالمية. طبعا بلدنا فلسطين كنا بنعرف أنه تمثيلها للأسف الرياضي قليل جدا لأسباب وصعوبات الاحتلال وصعوبات التدريب، والناس غاد الحياة الاقتصادية والوضع الاقتصادي، وضع صعب جدا نكون واقعيين. ولكن وجود أي شخص يمثل فلسطين في هذا المحفل الرياضي العالمي هو شيء مهم جدا، لأنه يضع اسم فلسطين على الخارطة. بغض النظر عن النتائج، نتمنى دائما أن نصل إلى الأفضل، ولكن المهم أن نصل إلى هذا المحفل العالمي. اليوم في جعبتنا الكثير مع أنا بحكي البطل الفلسطيني العالمي السيد يزن بواب. أهلا وسهلا فيك يا يزن. السلام عليكم، كيف حالك دكتور جمال؟ شكرا كثير على المقابلة، كثير مبسوط أن أكون هان وأكون بحكي معك. يا حياك الله. أول إشي إحنا بدنا نسميك البطل قبل ما نبدأ، لأنك فعلا بوضع شعار فلسطين أو كلمة فلسطين على الطاقية اللي كنت لابسها في الألعاب الأولمبية، هذا لحاله فخر لنا. فإن شاء الله تقبل هذا التكريم القليل مني ومن المشاهدين إن شاء الله. معنا يا يزن؟ يزن؟ صار في عند فريز يزن؟ أيوة معنا يا يزن؟ طفى معي النت، بعرفش هيك مرة واحدة شكله في أوتاوا سووا زي اللي بيسووه في فلسطين. إن شاء الله خير. طيب يزن، عرفنا أول إشي عن حالك، من هو يزن؟ والله هاي يعني هذا سؤال صعب دائما لما تسأله لواحد فلسطيني، بس اسمي يزن، أنا مولود في السعودية، عشت طول حياتي في دبي، هلأ أنا في كندا قاعد بدرس هندسة في كندا، جنسيتي إيطالية، ويعني بتعرف يعني أنا سباح، ويعني لما الواحد صعب شوي أنه أشرح من وين أنا، لأنه مش عارف يعني أنا قلبي فلسطيني، بس يعني هذا صعب. هذا الطبيعي لأي فلسطيني، لازم يرسم الخارطة عشان يحكي من وين هو. صعبة شوية يعني، وأنا يعني لأي بلد، بس دايما قلبي فلسطيني أكيد، ودايما أنا فخور أن أكون فلسطيني. أي واحد بيسألني أكيد أول إشي فلسطيني، بس على الورقة أنا مش فلسطيني يعني، أكيد جبت عندي هوية. من أي بلد أنت؟ من أي مدينة في فلسطين؟ أنا أبوي من اللد والرملة، وبعدين طردوه من هناك وراح على مخيم الأمعري، بعدين حتى من هناك طلعوا وراحوا على مخيم تاني، بعدين هلأ هم في الطيرة في رام الله. أوكي. هلأ أمي من عناتة، هاي من قرى القدس، فهي يعني من هناك، ووضعهم شوي أحسن من وضع أبوي، ويعني الحمد لله. ممتاز ممتاز. وانت الان بتدرس في كندا، احكي لنا ايش جيت تسوي على كندا؟ يعني سبحان الله، والله السؤال هذا كل الناس بيسالوني، والله يعني انت ليش جاي على كندا وجاي على كارلتون بالضبط ليش؟ يعني انا شفت، عشان انا كنت عايش في دبي، ومش عارف مش عارف ما بدي اروح على اوروبا ولا امريكا، والعيشه هان ممتازه، وهان عندك الفيوتشر، يعني هان الحكومة بتوفر لك كثير أشياء، بس أنا كمان يعني فرص العمل والبيئة وكثير أشياء هان، والناس يعني ما شاء الله عليك، هيك أنت يعني كثير منيح يعني، وهيك في كندا، فهذا من الأشياء اللي
اللي بدي اطلع اشوفه وناس مناح، وعشان في دبي شوي الوضع اكثر انه بزنس و يعني هيك ما بعرف، انا بحب هان الناس كثير مناح الله يوفقك يا رب. دراسة الله منيحة. الله يوفقك، نتمنى لك كل الخير وان شاء الله نشوفك مهندس قد الدنيا زي ما بدك ان شاء الله. ان شاء الله نفرح والديك بشوفتك. وين الوالد والوالده عايشين في دبي؟ هلا في دبي عايشين. هلا في دبي كل واحد عنده شغل هناك، وما إلي إلي تقريبا سنة مش شايفهم، بس دائما بضلني هان برجعش بشوفهم مش سنتين عشان الكوفيد صح؟ نعم. الله إن شاء الله أجمعكم على خير يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. طب نرجع لهواية السباحة. من أجمل الهوايات، من أجمل الرياضات، شيء جميل جدا أن نراك يزن تشارك باسم المنتخب الفلسطيني. بس قبلها بدنا نحكي كيف بدت معك هواية السباحة؟ أبوي وهو صغير ما إجت الفرصة عشان يسبح، وكان دائما يحب السباحة وجسم السباحين أكثر من ما هي سباحة، لأنه دائما الرياضة هي بتعطيك مش بس جسم بس حياة، نمط حياة يعني وطريقة حياة وكل شيء. أبوي كان يحب كثير الشغلة هاي، بس وهو صغير ما كان عنده فرصة، يعني كان حتى هو لما كان في الجامعة ما كانش عنده فرصة إنه يروح يسبح، لازم يروح يدرس يعني يدرس وبس. فبعدين لما أنا كبرت صار هو ياخدني على المسبح يعني ويدربني. بعدين رحت على كلابز، في كلابز معناها منتخبات، مش منتخبات سوري، نوادي تبعون السباحة. فأنا من وأنا ثلاثة أبوي يوصلني كل يوم كل يوم كل يوم على نادي، على جيم، على هذا الساعة 4، ويعني يهتم في الشغلة، يهتم في الأكل، يهتم في كل إشي. يعني أبوي ما قصر في الشغلة، فهو من حلمه صرت أنا يعني سباح وكل إشي. هو ما كانش يتخيل يعني إنه أطلع على الأولمبيادي، بس إنه أكتر إنه هواية، زي كلنا احنا بنحب الاولاد انه اولادنا يطلعوا يلعبوا رياضه عشان يكون جسمهم منيح ويبعدوا عن الاشياء الثانيه، مثلا الاشياء اللي مش منيحه على الاولاد في الجيل هذا. ودائما يعني كنت اسبح عشانه، وحتى امي كمان دائما هي بتحب الدراسه اكثر. كان في عندنا نقاش هل اوقف اسبح ولا لا، كان عندي للجامعة، وأنا يعني داخل تعرفنا الفلسطينية أو مهندس أو دكتور أو محامي أو اطلع برا يعني هيك يعني هيك الشغلة. وأنت إيش بدك تدرس؟ بدوش يدرس هذا هيك يعني، فهم كيف؟ يعني أنت مسكت العصا من النص، رضيت أبوك بالسباحة ورضيت أمك بالدراسة. يعني إحنا حاولنا معجزة شوية، بس الحمد لله والشكر يعني الحمد لله الحمد لله. طيب وهذا فعلا يعني كل الآباء خاصة في شعبنا، يعني اللي ما شافوا بحاله بحاول إنه يضعوا في أبنائه. وإحنا دائما نحكي لأبنائنا إنه يعني يمكن إحنا كان في صعوبات في حياتنا، لكن بنحاول نوفركوا قدر الإمكان. فيعني كويس أنت أعطيت الحلم. وهل أنت بتشعر إنك كشاب استفدت مما أعطاك إياه والديك، سباحة والعلم؟ والله أنا أهلي أعطوني أكثر من، عشان أنا ما عشتش في فلسطين، وفي كثير من أولاد اللي عايشين في كندا زيي ما عشناش في فلسطين. بس في إشي واحد أنا ما بقدر أنساه، يعني أنا القصص اللي حكى لي إياها أبوي والقصص اللي حكت لي إياها أمي عن فلسطين وعن الناس إيش تسميهم هذول، اليهود، لا مش اليهود، شو بتسميهم الإسرائيليين، بقدر أحكي صهاينة. صهاينة أيوة سوري، عشان بعرفش الكلمة بديش أحكي كلمة غلط. فالقصص اللي حكوا لي إياها، مثلا كان واحد يرمي حجار ما بعرفش، واحد وهو في المدرسة يطفوا عليه الكهرباء يجوا يدخلوا عليهم، في كان ممنوع يطلع من دارهم، كل هالحكي هذا أنا بعرفه. وهذا أهم إشي إنه من إنه أنا فلسطيني، هاي كل القصص أنا حطيتها عندي وبعرف إيش بالضبط الناس هدول بيسووا. فهذا إشي مهم. وأكيد يعني أنا أهلي زي ما بتعرف إحنا فلسطيني كتير كتير متقدمين في شغلة الدراسة،
ما بنقبل ابنا ما يدرسش وما يروحش على الجامعة وهيك. ليش؟ احنا علشان نتقدم و to earn the respect من كل حد حوالينا. يعني احنا لما نروح ندرس احنا قويين نصير لحالنا وما بدنا يعني ما بدنا we don't need to rely او اشي على ناس تانيين واحنا يعني هيك نمط الحياة وممتاز يعني. واكيد يعني تعلمت منهم الدين والحمد لله ومسلم انا واهم شيء بس زي ما قلت لك الدين وان فلسطين ما نسينا فلسطين يعني احنا برا ما نسيناهاش. طب يزن بدي اسالك سؤال وهذا يمكن سؤال بساله اي شاب، هل فعلا الرياضه ساعدت بالابتعاد عن العادات السيئه خاصه في فتره المراهقه مثل الدخان الحشيش المخدرات الامور هاي اللي بنسمعها دائما بتصير في مغريات في الحياه لها؟ هذا سؤال انا بقدر احكي لك نعم 100%. ليش؟ شوف انا شوف حياتي، كنت انا بدرس بصحى على الساعة 4:30 بروح بسبح، السباحة بتخلص على 7، من 7 to 2 في الظهر عندي جامعة اوكي، ومن 2 للـ4 عندي اكل ما اكل هيك اشي خفيف، من 4 to 6:30 اسبح كمان مرة. واو. هلا انا ميت، انا بعد الشغلة انا ما بقدرش مش صاحي حتى بقدرش ادرس. بدك يعني اطلع وين بدك يعني اطلع؟ واحد يحكي لي تعال اطلع معانا، شو اطلع معانا؟ فالناس من ورا كل مرة يحكي تعال تعال معانا تعال معانا تعال معانا ما بطلع. تاني اشي انا ما بدخن لانه انا بدي رئتي، انا بسبح بتخرب علي السباحة صح؟ هلا في عندك الشباب هلا اللي بروح على الجيم فاهم كيف وشغله هيك، هدول الناس انا بشوف انه مثلا الجيم عشان انت رايح لحالك حتى لو سباحة يعني رياضة فردية مش فردية لانه في ناس بتدربوا معاك، فانت كل ما تروح تتدرب مع الناس هدول هم الناس اللي بيشدوك. يعني اذا في عندك انت بتروح الجيم مع ناس يعني اصحابك وهيك وشلة كبيرة هذا بيكون اشي ممتاز انه كل واحد ما بده يطلع يتمرن هذا. وزي ما بتعرف هذا كل ما الواحد يلعب رياضة هو بيصير يفكر عن الاكل اللي باكله، بيصير يفكر عن جسمه، بيصير يفكر عن كتير اشياء اللي ما بيكون يفكر عليها وهو ما بيلعبش رياضة. فالرياضة شغلة مهمة واي واحد في الجيل هذا ما بيلعب رياضة لازم يلعبها يبلش. هذا رأيي الشخصي. واضح. طيب انت بتمارس الرياضة زي ما فهمت 2-3 الصبح وساعتين بعد الظهر، يعني 4 ساعات باليوم تقريبا سباحة صح؟ هي 12 مرة في الأسبوع. هلا في 7 أيام فبدك تحط 2 كل يوم وفي عندي يوم فاضي. واو واو، هذا عشان تصل الى المستوى اللي انت بدك اياه واحسن. هلا انا الي مش متدرب، يعني انا قبل ما رحت على الاولمبيادي الي مش متدرب سنه لانه انا تأهلت قبل سنه بس عشان الكورونا وسكر المسابح وكل هالحكي هذا، وهذا شيء كل الناس يعني دمر الرياضة طبعا بالنسبة اكيد يعني. اكيد بس انا ركزت على الدراسة واستفدت يعني فاهم كيف يعني. انا الحمد لله يعني انا كنت بحاول بس ما كنتش في المسبح اكون بدرس يعني فاهم كيف يعني والله. ما عنديش شيء ثاني التمرين السباحة سبيسيفيكلي ما في شيء اسمه تالنت، ما في شيء اسمه واحد شاطر، فيه اللي بتدرب خلاص يعني ما في هو الممارسة. ممارسة يعني مش طبيعية. وهي الحلو في الرياضة إذا بتجد فيها بتجد فيها. أكيد بس بدك تدير بالك لأنه تأخذ كل حياتك فاهم كيف يعني. أنا كنت في مراحل من حياتي إنه عندي حوار بين الدراسة وهيك، وانت بتعرف الهندسة الناس اصلا بيقدروش يسووا اشي يعني بيقدروش بس بيقدروا يسووا الهندسة. هلا انا بعرفش اصلا كيف سويت الهندسة مع الشغلة هاي بس شغلة مستحيلة يعني. انا
مع دراسه صعبه او دكتور او محامي، الشغله لازم انت تركز على شغله واحده اذا بتقدرش. هنشوف فيديو بسيط الان معنا ونكمل اللقاء معك. هذه مشاركتك في قطر. ايوه. نرى اسمك يزن بواب رقم 8. هاي المسابقة العالمية للسباحة صحيح؟ 100 متر. هدول تقريبا كلهم من آسيا. نعم. مضبوط. اوكي. هلا هدول اللي في النص اللي شايفهم رايحين هدول من قطر، ما بعرفش يسمعوا. هاي رقم 8 الأول ما شاء الله. أخذت فيها الأول هذه المسابقة. صح. احكي لنا شوي عن هاي المسابقة. هذه مسابقة كأس العالم. هلا كأس العالم فيه له أشياء وهذا مش زي بطولة العالم. بطولة العالم أنت بتكون أنت منافس في كل الناس في العالم، يعني في مسابقة بطولة العالم، كأس العالم. كأس العالم هو بركز على المنطقة، الناس اللي في المنطقة، يعني في ناس بيجي من برا بس أكثر من منطقة. هلأ في بيصير كأس العالم في ألمانيا، فكل الأوروبيين بروحوا على ألمانيا. أوكي. كأس العالم في قطر مين بروح عليه؟ الناس اللي حوالين قطر تقريبا، فاهم كيف؟ فايش هيك كانت الشغله، والحمد لله كان الوضع تمام وسبحنا. هذه اول مشاركه لي لفلسطين، كانت منيحه يعني. كنت مفلوز وكنت معي وضع صعب، بس لسه كسرت 5 ارقام فلسطينيه في يوم واحد. 5 ارقام وفزت بالمركز الاول فيها. انا عندي تقريبا في 14 ولا 15 سباحة، يعني عشان في فراشة، في ظهر، في ضفدع، في حرة، في تقريبا 15 ولا 16. أنا عندي هلا 11 واحدة منهم. ما شاء الله. ليش ما عنديش أفضل؟ لأنه ما سبحتش الأشياء الثانية لسه. يعني أنت بتنافس على مسافات قصيرة ولا طويلة عادة؟ عادة قصيرة، لأنه هلا شوف كيف تشتغل في السباحة. كمان في إشي للسباحة يعني، فقط كل ما أنت ما تتدرب كتير كل ما لازم تسابق قصير، كل ما تتدرب أكثر لازم تتدرب أكثر عشان يعني المسافة الطويلة. فأنا هلا عشان التدريب لما رحت كنت مريض وحاسس هيك لازم أصير، إذا طويل صعب الوضع يعني. بقدر الواحد السباح ما فيش إشي السباح ما بقدر أسويه، يعني ما بتقدر تحكي له والله هذا قصير طويل. بس في تخصصات يكون هو شوية أحسن من الثانية، بس فيش كل شيء بتسوي. ما شاء الله. طبعا السرعة في السباحة هل تعتمد على تكنيك ولا هي أنت وجسدك والعضلات تبعتك يعني؟ هلأ أهم شيء في السباحة اللي بدي أنصحكم، وأنا مدرب American Swimming Coach Association Level 4، يعني أنا عندي يمكن أعلى من المدربين الأمريكيين في الليفل، لأنه أبوي ما خلانيش إنه لازم أكون مدرب عشان أعرف أسبح، لأنه شاطر هو هيك وأنا صغير. نعم. فأهم إشي هلأ بدي أعطيكم نصيحة، هاي مصاري. أهم إشي إنه الواحد ما يتقاتل مع المية، لأنه في المية جاية بعكسك لأنك أنت طالع في سرعة. فأهم إشي الواحد يخلي حاله صغير، وخلي يسموها aerodynamic بس hydrodynamic، يعني في المية عشان تصير زي الطيارة، لأنك أنت زي الباص مش راح يتحرك. فأنت لازم تخليك كتير صغير، وفي طريقة أنك تحاول أنك ما تتقاتل مع المية. تاني إشي التكنيك أهم بكتير 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 من العضلات. ليش؟ لأنه في عضلات push up، في واحد بتلاقيه هيك كبير، هذا العضلات هاي احنا ما بنستخدمها في السباحه. انت دائما بتشوف السباحين عندهم دائما كتف صدر صدر ايوه، بس كتفهم عريض، فاهم كيف؟ ليش؟ لانه وعندهم تراينجل من ورا. ليش؟ لانه احنا نستخدم البول من تحت، هذه اللي بتستخدم الجسم هذا فقط. فاهم كيف؟ أكيد السباحة تستخدم كل العضلات، بس في عضلات
يعني ما بنقدر نروح بدونها، فاهم كيف؟ والابس والاجرين وكل هالحكي هذا. بس اهم شيء في السباحه التكنيك. انا بقدر اكون مش متدرب ومش ماكل وبقدر يعني اهزم واحد عنده عضلات وهذا، ليش؟ لانه التكنيك، لانه هذا مقاتله مع الميه، فهمت كيف؟ بس اذا هو تعلم كيف يخلي حاله صغير وخلي ايديه مناح، ودير بالك احنا بدنا فلكسبيليتي كثير، فهم كيف؟ العضلات الكبيره مش منيحه كثير. اوكي، انه بالنص حسب انت قصير بدك تسابق قصير ولا تسابق طويل، جسم اجسام غير، لانه السباحه يعني رياضه كبيره وفي كثير انواع مسابقات يزن مشاركتك في العاب طوكيو 2020 اللي حصلت في قبل اشهر 2021، كيف بدات الحكايه؟ هلا دائما في كل العاب اولمبيه لازم الواحد يتاهل، والتأهل بصير من بطولة زي بطولة قطر، فاهم كيف؟ يعني ما مش أي 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 لعبة ورحت على المسبح مرة وصرت تروح. ففي تأهل كان من قطر، وبعدين لازم تسوي وقت خصوصي عشان تدخل على الأولمبية دي، يعني ما بيقدر يدخله أي واحد، فاهم كيف؟ بتسوي الوقت وبتروح. بس أنا كان عندي مشاكل شوية في الشغلة هذه، يعني بالنسبة للكورونا والسباحة وكل هالحكي هذا. بس أنت أي واحد بده يتأهل الأولمبية دي في السباحة بدك تسوي وقت الأولمبي في 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 مسابقة مؤهلة للأولمبية دي، وعشان تدخل على المسابقة المؤهلة للأولمبية دي لازم تروح على مسابقة مؤهلة للمسابقة هديك، وبدك تجيب أوقات. أوكي، طب كم واحد أنتوا شاركتوا بالبعثة الفلسطينية في الأولمبياد؟ في إحنا كنا في فلسطين خمسة. خمسة يعني رياضيين. خمسة رياضيين، كان في أنا وسباحة تانية وجودو، وفي واحد من غزة بيرفع أثقال، وفي واحدة من أمريكا بتركض. اوكي، يعني معظمكم ساكنين برضو بالخارج؟ لا، ساكنين هم اكثر جوا، يعني في تبع جودو وتبع غزه. اوكي، سباح هذول عايشين في فلسطين، بس انا والركاضه برا والعداء. اوكي، وهذولك وكلكم شاركتوا تحت اسم الوفد الفلسطيني؟ ايوه. شو كان شعورك وانت ماشي ورا العلم الفلسطيني لما دخلتوا بالالعاب؟ والله اسمع، انا فكرت حالي شاطر وضليتني ورا، ففكرت حالي بتطلع علي الكاميرا أكثر، فاهم كيف؟ بس بأخذ الصور من قدام، فمش كتير شاطر. بس لا، كتير إنه هذا أكثر من مش يعني الأولمبية دي أكثر من ما هي إن الواحد يشارك، فاهم كيف؟ لأن هاي في بوليتيك بيلعب فيها وكل هالحكي هذا، ويعني بدك تورجي انك هناك، يعني فاهم كيف؟ فانا بصمه وجود بالضبط. ما هو هذا. في مثلا ناس من الرياضيين من بلاد تانية ما بيعرفوا فلسطين، يعني بيعرفوها بس ما شافوش واحد فلسطيني، يعني فاهم كيف؟ فدائما يعني هاي يعني بتشوف بتورجيهم مثلا انت فلسطيني، هيك انت عايش بتحكي انجليزي احسن منهم، عايش في كندا، ايه عايش في كندا، كل الكنديين صاروا يعرفوني. بعدين في الايطاليين بحكي معاهم، فاهم كيف؟ انا بعرفهم على مين الفلسطيني واحنا مين، وكيف احنا محترمين، احنا ناس محترمين، مش ناس زي الكاميرات هيك ممكن حاول على 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 اخبار بعرفش ايش بسمعوا، بس احنا يعني ناس محترمين، واحنا ناس بنحب بعض وكل هالحكي هذا، وبنحب الناس ما بنكره كل حد، فاهم كيف؟ وهذا شغلة مهمة كتير يعني إلي، كانت إنه لازم أنا أضلني أتذكر إنه أنا بمثل أكثر من حالي، مثل الناس. وكتير أنا مبسوط إنه مع فلسطين، يعني هذا حلم. وإيش بدك تحكي؟ فيش كلمات، يعني فخر تشعر إنك مثلت بلدك. أكيد يعني، وأنا ما هو دائما الواحد وهو هناك ما بيكون بفهم قديش مهمة. بس أنا لما رجحت صار إيه، أنا مثلت تقريبا 10 مليون 15 مليون واحد، يعني مش بسيطة يعني.
فالحمد لله وان شاء الله ما تفلتكم وفي طريقه منيحه، والمره الجايه بدنا نرجع نسوي عشان كان في سنه ما فيش تدريب. فيش تدريب وهي مشكله كبيره اكيد يعني. هذا ما هو كانوا يحكوا فيها قبل لما كنسلوا الاولمبيادي، كانوا يحكوا انه كيف في ناس مش راح يتدربوا. انا من الناس. نعم. طيب يزن، انت شاركت في المية متر برضو في الاولمبياد صحيح؟ صح. احكي لنا عن مشاركتك، كيف كانت وكيف شعرت حالك مع ابطال عالميين واقفين جنبك وانت بالتصفيات؟ انت خرجت للاسف من التصفيات ولكن بدنا نسمع عنك. والله انا دخلت وكان الكاميرا علي ودائما باشلهم هيك، تعرف هذا، وكان هذا اهم شيء انا اسوي لهم هيك، كنت اجيب علم بس حكولي ممنوع. فكنت كتير مبسوط وانا نازل يعني انا بعرف انه عيلتي بتحضر وكل فلسطين بتحضر، واجا جبريل الجيوب، تعرف جبريل الجيوب؟ طبعا. اجا يحضرني وكتير يعني بمزح معي وكتير منيح يعني الزلمة، وضربني بوكس قبل ما حكى لي يلا، يعني فاهم كيف؟ يعني يمكن هو اثر علي. لا لا شد حيلك بس لا يعني كان علي شوية ناس بيحضروني وهذا، انه شوية انه اسرع حالك. وانا بسبح كثير كنت بتذكر انه دائما هو الواحد لما يسبح مش لازم اصلا يفكر، لازم يسبح، فاهم كيف؟ بس انا وانا في الميه انسى، كنت فرحان يعني فاهم كيف؟ خلاص فرحان بالمشاركه. لا فرحان وبدي اسرع يعني بدي اسبح، وفي على اليمين وفي على الشمال، وكنت يعني هل هذا بيسوي ستريس عندك لما تكون مع هل بالعادة؟ لا بالعادة لا، بس هو عشان قلة التدريب هذا هي بتورجيك، لأنه واحد لما يكون متدرب يكون عقله بيطفي وبيبلش جسمه يسوي إيش ما هو. ليش بالواحد يتدرب؟ عشان هو علم جسمه إيش يسوي في الأوقات هاي. فهو بدك تشوف يعني أنا وقتي دخلت وقت أسرع بأربع ثواني، يعني أنا يعني سويت منيح، هذا رقم فلسطين، بس أنا لسه يعني بقدر اسوي كثير احسن من هذا الوضع. وبعطينا يعني مرحله انه مثلا في كان 80 مشارك، احنا جبنا في ال 60 المره هاي، والمره الجايه احنا بنقدر نوصل مثلا 30 30 في العالم. انت بتحكي يعني 30، احنا بنعرف فلسطين دائما هم بيحكوا لك واحد اثنين ثلاثه لازم تجيب ميداليه، بس انت يعني لازم واحد يفهم انه في مراحل في بتروح عليها. يعني انا اول مشاركه اوكي 60، ثاني مشاركه 30، بعدين يمكن 10، بتعرفش يعني فاهم كيف؟ في لازم مش واحد جاهز بوف يطلع لك هيك يعني بالهواء. بس القصد انه كثير انا مبسوط، وفي معي امل انه ان شاء الله نحسن. طب مين السباح اللي انت بتنظر له في العالم؟ مين هو السباح العالمي اللي انت لك يعتبر قدوة؟ تعرف صار في واحد جديد، في الحفناوي، بتعرفه؟ سمعت عنه؟ الحفناوي انا قعدت سوري اكل معاه واحنا هناك، ويعني كان الولد هذا كتير هادي، كتير ما شاء الله عليه. وانا هذا هو يعني الي هلا شيء جديد انه واحد عربي يجيب ميداليه ذهبيه، هاي معجزه. يعني انت اللي بيفهم في السباحه بحكي لك هذه اكبر معجزه في التاريخ مع يعني فيش زي. فهذا هو ان شاء الله نحاول نصير زيه ان شاء الله. ان شاء الله المستقبل ايش بتفكر الان وشو هي الطموحات تبعتك في المستقبل؟ زي ما حكيت لك انا راح اضلني اتدرب مع فريق الجامعه، ودائما بلعب رياضه، لانه الشغله مش ما بتوقف على الاولمبياد دي، بتوقف انه انا صحتي. ودائما ابوي حتى إيه لسه لهلا ايش تاكل ايش متدرب روح تلعب رياضه، فاهم كيف؟ لانه هو بحب انه احنا يعني نكون جسمنا قوي وهيلثي دائما، هذا اهم شيء. يعني مش كل واحد راح يروح على الاولمبياد دي، بس احنا كلنا بنقدر نحاول احسن شيء احنا بنقدر نسويه. فلا يعني الواحد اللي بيقدر يسويه احسن شيء هذا هو اهم شيء. ويعني انا راح احاول انه اطلع على في بطوله العالم في ابو ظبي،
بطولة العالم في 25، في مسابح 50 وفي 25. طيب بطولة العالم من 25 انهي في ابو ظبي، بس في عندي مشكلة انه عندي امتحانات في نفس الوقت. اوه فشفت انت كيف هلا ببلش بالضبط يدخل في بعضه، بس ان شاء الله يعني نقدر، بحاول انه ديفير اكزام مثلا عشان اسبح فيها. وفي عندك بطولة في اليابان، بطولة العالم اللي هي كمان مؤهلة للأولمبياد دي، فأنا لازم أتأهل اليابان عشان أطلع على الباريس. فإن شاء الله يعني إحنا راح نحاول الستيب من صفر، وإن شاء الله ما يكونش في عنا سنة مش تدريب فيها أو يعني. إن شاء الله. رسالتك للشباب بشكل عام؟ والله رسالتي للشباب إنه زي ما حكيت لكم الرياضة مهمة كتير، لازم تاخذوا شلة من أصحاب يعني يطلع يلعب رياضة مش فردية، يلعب رياضة مع كثير ناس، عشان هدول الناس يقول لك وين أنت، وين رحت، يعني فاهم كيف، يلموك على الشغلة. وتاني شغلة إنه للأهل كمان إنه ما تنسوا تحكوا لهم القصص اللي أنتوا رحتوا فيها وأنت لما كنتوا عايشين في فلسطين، هاي أهم إشي عشان الولد يضل يحس إنه فلسطيني، لازم القصص هذه ويعرف عن فلسطين ويعرف إيش في فلسطين، إنه في ناس ما بيقدر يروح على فلسطين، فاهم كيف، فلازم يعرفوا عن كل إشي. وما تنسوا تحكي لهم شغلة وبعدين هو بطل فلسطيني وبروح كندا بصير كندي، بعدين في دبي عايش بعرفش شيء. فأهم إشي، أهم إشي إنه ما تنسوا فلسطين والرياضة، وهذا ظن. الله يعطيك ألف عافية، شكراً شكراً لك لكل ما تقوم به، أول شيء من أجل فلسطين، برفع علم فلسطين على المستوى الشخصي والمستوى العالمي. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله بترجع لنا بميدالية قريباً جداً، وبترفع وبترفرف علم فلسطين عالي في المحافل الدولية. يزن أنا كتير فخور فيك، أنا أتوقع أنه كل الجمهور أيضاً فخورين فيك، انت زي ما بيحكوا بطل إنا، ودائما في قلوبنا، وراح نتذكر مين هو يزن، ونحكي لاولادنا تفرجوا على عمو يزن، ان شاء الله ربنا يصيروا زيك، ويمكن ان شاء الله يوصل لهاي المراتب ان شاء الله. شكرا. باسمي وباسم جميع المشاهدين بنشكر السباح الفلسطيني يزن البواب اللي كان معنا مباشر من أوتاوا، نتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله نتمنى لكل اللاعبين العرب في كل المحافل إنهم يوصلوا لأعلى المراتب. شكرا لكم، ونراكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم.